بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أما بعد، أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ومع درس جديد من دروس النحو، ألا وهو درس العطف. لكن قبل ما نبدأ إن شاء الله درس النهاردة، عاوزين ناخد معلومة سريعة على ما سبق دراسته من أنواع التوابع. وقبل ذلك تعرفنا على نوع من أنواع التوابع، ألا وهو النعت. النعت، وعرفنا أن النعت هو أحد أنواع التوابع، وكذلك تعرفنا أن التوابع لها أنواع. التوابع لها أنواع. النوع الأول النعت، وقد أخذناه قبل ذلك وتعرفنا على أن النعت له أنواع. هناك نعت مفرد وهناك نعت جملة، والجملة تنقسم إما جملة اسمية أو جملة فعلية. نعت جملة، والجملة إما اسمية أو جملة فعلية. هذه أهم أنواع النعت، والنعت معناها يا شباب الصفة. الصفة، وهذه هي أول أنواع التوابع التي درسناها في بداية الفصل الدراسي الأول. اليوم إن شاء الله معنا أحد أنواع التوابع، ألا وهو العطف. العطف، وده اللي هنتعرف عليه في درس النهاردة إن شاء الله. ثم بعد ذلك يأتي شيء اسمه البدل، ثم بعد ذلك التوكيد. هذه نظرة سريعة على أهم أنواع التوابع، ثم بعد ذلك تعرفنا على النعت كأحد أنواع التوابع وأولها التي درسناها في بداية هذا الفصل الدراسي الثاني. اليوم إن شاء الله نكمل ما بدأناه من التوابع، ومعنا درس العطف. هذا هو درس اليوم، درس العطف. عاوزين نعرف مع بعض ونحدد مع بعض إن شاء الله أهم المفاهيم وأهم ما يجب دراسته في درس العطف. أولاً نتعرف سوياً على معنى العطف، ثم بعد ذلك نذكر أهم أركان جملة العطف، ثم بعد ذلك نحدد معاً أهم حروف العطف ومعانيها، وفي الأخير نكتشف معاً إعراب المعطوف والمعطوف عليه. تعالوا معا نحدد أول شيء، نأخذه اليوم في درس العطف، ألا وهو تعريف العطف أو معنى العطف. وكما قلنا أن العطف هو تابع، ومعنى تابع أي له متبوع يتبعه. له متبوع يتبعه، ومعنى له متبوع يتبعه أي أنه لا شخصية له. فالمعطوف، فالعطف أو النعت أو البدل أو التوكيد تسمى توابع لأنها لا شخصية لها. هذا بالمعنى العام، لا شخصية لها، لا تستطيع أن تأتي بشخصية أو تأتي بحركة معينة قبل أن تعرف حركة متبوعها التي تأتي مثل ما قبلها من الكلمات. تعالوا معا نتعرف على معنى العطف أولا. العطف معناه سريعا هو الربط، لأن معنى العطف هو أن تثني شيئا على شيء ويأتي موافقا له، خلاص؟ فإذا الربط بين كلمتين، الربط بين كلمتين أو أكثر، ركز معي، الربط بين كلمتين أو أكثر، أو جملتين بأحد حروف العطف. وهذا الربط الذي يكون بين هذين الكلمتين يكون في الحكم والإعراب. الربط بين كلمتين في الحكم والإعراب، هذا هو معنى العطف، هو الربط بين كلمتين أو أكثر أو جملتين بأحد حروف العطف. وحينما نقول جملتين هيتضح معي أن الجمل إما أن تكون اسمية أو فعلية، خلاص؟ بأحد حروف العطف في الحكم والإعراب. من خلال التعريف يا شباب يتضح معي المهمة الثانية من مهمات هذا الدرس، أهم أركان جملة العطف. تعالوا معا نركز في التعريف. يقول الربط بين كلمتين، إذا أنا معي
كلمتين الأولى رقم واحد وتسمى المعطوف عليه، لأن يقول في التعريف الربط بين كلمتين. إذن الكلمة الأولى ما هي يا أستاذ؟ الكلمة الأولى هي المعطوف عليه، والكلمة الثانية أضعها في الترتيب الثالث أولا، الكلمة الثالثة المعطوف، لأن بينهما رابط يربط بين هذين الكلمتين اللي بسميه حرف العطف، وليكن مثلا حرف العطف هو الركن الثاني من أركان جملة العطف. يتضح معنى التعريف أركان جملة العطف: الركن الأول المعطوف عليه، وهو الذي يقع أولا ونلاحظ معي في التعريف وفي ترتيب الأركان، المعطوف عليه، ثم يأتي بعد ذلك الرابط الذي يربط بين هاتين الكلمتين أو الجملتين، ألا وهو حرف العطف، ثم يأتي بعد ذلك الركن الثالث المعطوف. ولاحظ معي هذا الترتيب، وأنا قلنا أن العطف هو تابع، إذن المعطوف يأتي تابع لما قبله، ألا وهو المعطوف عليه أو المتبوع، خلاص؟ من خلال كذلك تعريف العطف ومن خلال توضيح أركان جملة العطف يتضح معي ما يسمى بحروف العطف، وهذا هو الشرط أو الركن أو المطلب الثالث من مطلب درس من مطالب درس اليوم، ألا وهو حروف العطف. تعالوا معا نتعرف على أهم حروف العطف ومعنى كل حرف من هذه الحروف التي معنا، وركز معي في الشكل القادم، وتعرف في هذا الشكل على أهم حروف العطف ومعانيها. كما هو واضح أمامي من الشكل، هذا هو درس العطف والربط بين كلمتين وأكثر أو جملتين وأكثر بأحد حروف العطف. طيب ما هي أو ما أهم حروف العطف؟ ما أهم حروف العطف وما معانيها؟ تعالوا معا ننظر إلى هذا الشكل ونجد في الأول من ناحية اليسار أول حروف العطف الواو، أول حروف العطف الواو، الثاني الفاء، الثالث ثم، الرابع أو، الخامس لا، السادس حتى. وهذه أهم الحروف وليست كل الحروف، فمعنى بعض الحروف الأخرى ومثل لكن وبل وأمن، ولكل منها استعمالات ومعاني. تعالوا نتعرف سويا على أول حرف من حروف العطف ألا وهو الواو، وهو أصل العطف وهو أول هذه الحروف وأهمها. وهذا الحرف له معنى، كذلك الفاء له معنى، وكذلك ثم لها معنى وأو، وهكذا باقي أحرف العطف لها معاني مختلفة. أنا عندي مثلا في الحرف الأول الواو، ويفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، يجمع بينهم يشركهما في الحكم. نأخذ مثال، المثال الأول: قل لا يستوي الخبيث والطيب. من خلال المثال نستطيع أن نستنتج أركان جملة العطف، وكذلك نتعرف سويا على إعراب العطف. الكلمة الأولى كلمة قل لا يستوي الخبيث والطيب. أولا نحدد سويا الأركان، الركن الأول معك كما قلنا من أركان جملة العطف ألا وهو المعطوف، المعطوف عليه، المعطوف عليه، هذا هو الركن الأول من أركان جملة العطف، نحدده في المثال. كذلك يأتي الركن الثاني ألا وهو حرف العطف، ألا وهو حرف العطف، ويأتي الركن الثالث بعد ذلك ألا وهو المعطوف. ونلاحظ الترتيب أن المعطوف يقع بعد حرف
العطف والمعطوف عليه يضع قبل حرف العطف، ويأتي هذا التابع أو يأتي المتبوع اللي هو المعطوف يأتي تابعا للمتبوع أو تابعا للمعطوف عليه الذي يقع أولا. نستخلص من ذلك أن المعطوف عليه حينما نعربه حسب موقعه، في الجملة. أما المعطوف الذي لا شخصية له فهو تابع يتبع المعطوف عليه في الحكم والإعراب، خلاص؟ طيب، من خلال هذا التعريف نصل معا إلى الركن الرابع والمطلب الأخير معه، هو إعراب المعطوف عليه والمعطوف. قلنا أن المعطوف عليه يقع يعرف حسب موقعه في الجملة، وقع هنا في محل فاعل، أو وقع المعطوف هنا فاعل مرفوع على أنه فاعل، قلنا يستوي الخبيث، فالمعطوف عليه هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ثم جاء بعد ذلك حرف العطف ليربط بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم الإعراب، وقلنا أن المعطوف لا شخصية له، فإذا يتبع معطوفه في الإعراب، فنقول الواو حرف عطف الطيب معطوف على كلمة الخبيث مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه يأتي كما يأتي متبوع. خلاص؟ طيب، المثال الثاني أو الحرف الثاني من أحرف العطف اللي هو الفاء. والفاء يا شباب من معانيها أنها تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى أن يأتي المعطوف ثم يتبعه المعطوف عليه مباشرة دون فاصل زمني، فتفيد الترتيب والتعقيب. وكما قلنا أن الواو تفيد مطلق الاشتراك والترتيب دون تقيد بزمن، فهي تفيد مطلق الاشتراك، قد يأتي المعطوف مع المعطوف عليه معا، وقد يسبقه وقد يأتي معه، فإذا الواو تفيد مطلق الاشتراك في الحكم، أما الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. بمعنى عندي مثال يقول يأمر القاضي أن يأمر القائد فيتحرك الجن، يأمر القائد، ركز معي، يأمر القاضي، جملة كاملة المعاني، يأمر القائد ف، ركز معي في هذا الحرف والفاء، ف ما الذي يحدث؟ يتحرك الجند مباشرة بعد أمر القائد دون فاصل زمني يأتي تحرك الجند. نحدد معا الأركان، القائد طبعا وقع هنا أيضا فاعل، وأيضا وقع كلمة واحدة وليس جملة، يأمر القائد فهو فاعل، والنتيجة المترتبة بعد أمر القائد مباشرة فيتحرك الجند. نستخلص من ذلك أو من هذا المثال أهم الأركان، القائد هو الركن الأول المعطوف وحسب موقعه في الجملة يعرب، ونوعه طبعا كلمة واحدة وهي الاسم، يأمر القائد ما الذي يحدث؟ فيتحرك الجند. خلاص؟ نلاحظ أن المعطوف جاء جملة فعلية فيتحرك الجند، وطبعا تعرب في محل أيضا رفع لأن المعطوف عليه جاء مرفوعا، وهكذا في باقي الأمثلة، والأدوات عند الحرف الثاني. ثم ويفيد الترتيب مع تراخي، الترتيب ترتيب المعطوف بعد المعطوف عليه في الحكم ولكن متراخيا عنه، يأتي متأخرا عنه. لو قلنا مثال مثلا ظهرت الأزهار ثم الثمار، نلاحظ أن الذي أظهر أولا الأزهار ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن الثمار، وكذلك مثال آخر زرع الفلاح ثم حصد، نلاحظ أن زرع الفلاح طبعا جملة فعلية، ثم جاء بعد ذلك حرف العطف ليربط بين الجملة الأولى اللي هي زرع الفلاح وبين الجملة الثانية هي ثم حصد خلاص، زرع الفلاح ثم حصد، نلاحظ أن الحصد جاء متأخرا عن الزرع ولذلك يستخدم حرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي، لأن الزرع يأتي بعد الحصاد ولكن الحصاد لأن الزرع يأتي قبل الحصاد ولكن الحصاد يتأخر عن الزرع، فتفيد الترتيب، ترتيب العمل، زرع أولا ثم بعد ذلك حصاد مع تراخي مع تأخير
خلاص. الحرف الثالث مع الرابع معا من حروف العصر أو، وأو هذه تفيد التخيير أو الشك، تفيد التخيير بين شيء وشيء، أشتري السيارة الحمراء أو السوداء وهكذا، تفيد التخيير أو الشك. مع مثال يقول مارس السباحة أو الرماية. لو ركزنا معا نستخرج معها أركان جملة العطف. أولا الركن الأول من أركان جملة العطف مارس أنت السباحة، إذن السباحة وقعت هنا كلمة السباحة مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة، ثم بعد ذلك جاءت كلمة ترتبط معها في الحكم وتشاركها في الحكم برابط اللي هو حرف العطف اللي هو معنى اليومي أو الذي معنى اللي هو أو، ثم بعد ذلك المعطوف اللي هو الرماية. نلاحظ أن الرماية جاءت متأخرة عن السباحة أو جاءت بعد كلمة السباحة، وهذا هو الركن الأول اللي بنسميه المعطوف عليه الذي يأتي قبل حرف العطف، ثم بعد ذلك الركن الثاني اللي هو حرف العطف، ثم بعد ذلك الركن الثالث من أركان جملة العطف ألا وهو المعطوف الذي يأخذ حكم ما قبله. ونلاحظ أن المعطوف وقع هنا كلمة واحدة اللي هي اسم طبعا، وكذلك الرماية اللي هي المعطوف كذلك اسم. نلاحظ أنه قد يأتي المعطوف عليه جملة فعلية، ويأتي المعطوف أيضا جملة فعلية، وقد يأتي أيضا كلمة واحدة اسم كما السباحة، وكذلك المعطوف يأتي اسم. يأتي المعطوف والمعطوف عليه إما أن يكون كلمة واحدة اسم، وإما أن يكون كلمتين اسم، أو إما أن يكون جملة فعلية أو جملة اسمية. الحرف الرابع أو الخامس اللي معنا لا، وهي تفيد إثبات الحكم للمعطوف عليه ونفيه عن المعطوف، بمعنى أن لا يقع قبلها حكم تثبته لما قبلها. كمثال نقول نريد السلام، إذا هذا مثبت، هذا ما نريده، ثم تأتي لا لتنفي الحكم عن المعطوف، لا الاستسلام، فهي أثبتت السلام وقد وقع أولا ونفت الاستسلام الذي وقع بعدها ثانيا. نريد السلام الاستسلام، فإذا لا من أحرف العطف التي تفيد إثبات الحكم المعطوف، إثبات الحكم المعطوف عليه اللي هو يقع قبل حرف العطف ونفيه عما بعده اللي هو المعطوف. ونلاحظ يا شباب أن لا هذه لابد أن يكون المعطوف والمعطوف المعطوف عليه والمعطوف مفردا، مفردا أي كلمة واحدة ليس جملة، وكذلك لا بد أن لا تسبق بنفي، لا يسبقها نفي أو نهي. نريد السلام هنا جملة مثبتة، لا وقع حرف العطف لا الذي يفيد إثبات الحكم لما قبله ونفيه عما بعده، لا الاستسلام خلاص. وكذلك حينما نعرف نريد السلام نجد أن المعطوف عليه والركن الأول وقع مفعولا به منصوب. نريد السلام، نريد نحن السلام، لا وهذا حرف عطف وقع ليربط بين المعطوف والمعطوف عليه، لا الاستسلام يأخذ نفس الحكم يا شباب كما قلنا أن المعطوف عليه لا شخصية له، هو تابع لما قبله اللي هو المعطوف. يأتي بعد ذلك حرف العطف حتى هو يستخدم أحيانا للعطف وأحيانا للجر، فله إعرابات مختلفة، وقليلا ما يأتي للعطف، وإذا أتى للعطف يكون للغاية حتى تفيد الغاية. مثال السباحون حتى الأخير، حتى الأخير بلغوا غاية السباق، السباحون حتى الأخير بلغوا غاية السباق. نلاحظ معا أركان جملة العطف، الركن الأول الذي وقع مبتدأ هو المعطوف، المعطوف عليه وقد وقع في المثال مبتدأ وهو يعرف حسب موقعه في الجملة، ثم يأتي بعد ذلك الرابط اللي هو حرف العطف حتى